آخر آية نزلت في القرآن، آخر ما نزل من السماء، الله عز وجل يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يلي ما تصلي أقول لك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يلي عاق في والديك أقول لك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.